موجز الثامنة صباح المشاهدين يأتيكم من أون لايف، أهلا بكم. بدأ وزير الخارجية سامح شكري جولة خارجية تستغرق 3 أيام تشمل كل من روسيا وإستونيا وليتوانيا. وقال بيان للخارجية إن جولة شكري تستهدف تعزيز علاقات مصر السياسية والاقتصادية والتجارية مع الدول الثلاث والترويج للوزيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر وإفريقيا لمنصب مدير عام اليونسكو. وأضاف البيان أن شكري يحمل معه رسائل خطية من الرئيس السيسي إلى رؤساء الدول الثلاث التي تشملها الجولة. تواصل اليوم شركة مصر للطيران تسيير جسرها الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة، حيث من المقرر أن تسير الشركة اليوم 19 رحلة لنقل 4640 حاجا، بواقع 15 رحلة إلى جدة وأربع رحلات إلى المدينة المنورة. قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية قضت على أكثر من 200 من مسلحي تنظيم داعش قرب دير زور بسوريا. من جهة أخرى، تنطلق اليوم في العاصمة السعودية الرياض أولى جلسات الحوار بين أطياف المعارضة السورية بمشاركة مجموعتي القاهرة وموسكو المعارضتين. ويستكمل ممثلو الهيئة العليا التفاوضية ومنصتي القاهرة وموسكو مناقشة الحل السياسي للأزمة السورية تمهيدا لتشكيل وفد موحد للمعارضة إلى مفاوضات جنيف المقبلة. ولليوم الثاني على التوالي وصلت القوات العراقية وميليشيا الحشد الشعبي تقدمها باتجاه قضاء طلع فر لاستعادته من قبضة تنظيم داعش الإرهابية. وتمكنت هذه القوات من استعادة السيطرة على عدة قرى في محيط طلع فر بعد فتحها للسواتر الترابية، فيما بدت مقاومة تنظيم داعش شبه معدومة. بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريباتهما العسكرية المشتركة، وتعتمد هذه المناورات إلى حد كبير على عمليات وهمية بأجهزة الكمبيوتر، ويشارك فيها نحو 50,000 من الجنود الكوريين الجنوبيين و 17,500 عسكري أمريكي، ومن المقرر أن تستمر أسبوعين. يعرض غدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استراتيجيته حول الحرب في أفغانستان. وكانت لدى ترامب عدة خيارات مطروحة تراوحت بين الانسحاب من أفغانستان وتكثيف جهود واشنطن لهزيمة طالبان، حيث أن هناك حاليا ما يقارب من 8,400 جندي أمريكي. هذه الموجز، والآن مشاهدينا أترككم مع أخبار الصباح ومحمد عبدو وولاء غانم. في أمان الله.